خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونروح نتعرف منها على ايه اخر احوال الطرق والشوارع في القاهره الكبرى والمحافظات. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك مصطفى، صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. بسرعه قبل ما تنزلوا من بيوتكم على اشغالكم ومدارسكم وجامعاتكم، تعالوا نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدأ جولتنا على طول من القاهرة، تحديدا من كوبري أكتوبر اللي المتجه لمنطقة رمسيس وغمرة، هنلاقي فيه هناك سيولة مرورية. أما اللي مكمل أعلى الكوبري في اتجاه العباسية هنلاقي فيه كثافات إنما بسيطة شوية. هنفضل مكملين لحد ما نوصل لكوبري تحيا مصر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية. هندخل على الكورنيش هنلاقي فيه بعض الكثافات إنما غير مؤثرة على حركة المرور. إنما لو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك كمان سيولة مرورية كبيرة جدا، وهنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي. هنفضل مكملين لحد كوبري الروضة وهناك برضو في بعض الكثافات، وناخد بالنا أنه تقرر غلق طريق بن زايد الجنوبي لمدة شهر اللي بيستلزم إجراء بعض التعديلات لتيسير حركة المرور. كمان الإدارة العامة للمرور في القاهرة عينت الخدمات المرورية تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير طريق الأوتوستراد المتضمن تنفيذ كوبري دوران للخلف أعلى طريق الأوتوستراد بمنطقة المجزر الآلي، وده اللي هيستلزم غلق كلي لشارع الصيانة المتفرع من طريق الأوتوستراد وحتى شارع الجزائر، وتحويل حركة المرور اتجاه شارع المذبح، وده لتنفيذ القواعد الخرسانية للكوبري. ظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد اللي جاي من مناطق الحلوان والمعادي والمقطم، كمان في ظهور موجود في الكثافات المرورية للمتجه من منطقة بين الجبلين وصولا ل 15 مايو، وده بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه لشارع عباس العقاد. ظهرت كمان كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه للأقاليم. ظهرت كمان كثافات في شارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء. هنكمل جولتنا إنما في شوارع الجيزة المرة دي في كثافات على طريق المحور للقادم من ميدان لبنان، وده طبعا بسبب أعمال توسعة الطريق وغلقه في بعض المناطق، والكثافات دي بتستمر لحد ميدان لبنان. أما المتجه لمدينة السادس من أكتوبر في سيولة مرورية كبيرة. لو رحنا لمحور صفت بيشهد كثافات مرورية بتزيد طبعا قبل إشارة جامعة القاهرة، لكن لو رحنا اتجاه شارع الهرم بدأت تظهر عليه كثافات مرورية، وده نتيجة التحويلات اللي موجودة هناك لغلق الشارع كليا لمسافة 500 متر بسبب أعمال إنشاء المترو. كمان بتظهر كثافات مرورية إنما متحركة في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية، وده نتيجة غلق ميدان سفنكس بسبب إنشاء محور 26 يوليو الموازي. هنروح دلوقتي لمحافظة الإسماعيلية، واللي رايح للمحافظة من خلال الطريق الصحراوي في سيولة مرورية كبيرة جدا تستمر من أول القاهرة لحد مدخل المدينة، وللي متجه من خلال الطريق الزراعي طريق ترعة الإسماعيلية الطريق كمان كويس، لكن بتكون في بعض الكثافات الموجودة عند مداخل بعض المدن على طول الطريق. أما شوارع مدينة الإسماعيلية نفسها هنلاقي فيها سيولة مرورية كبيرة، وخصوصا على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية وطريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم، كل ده طرق فيها سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة الطريق أبدا. أما المتجه لبورسعيد في سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. ودي كانت جولتنا سريعة المرورية، وناخد بالنا على الطريق. طيب هنكمل كمان في منطقة جنوب الصعيد، من القناة نروح لجنوب الصعيد وهنشوف محافظة سوهاج اللي هنبدأ فيها من محطة قطر سوهاج، واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، ونمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيها كمان سيولة مرورية، في بعض الكثافات المرورية موجودة على نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة. في كمان كثافات مرورية إنما نسبية عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، كمان في كثافات مرورية إنما بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. دي كانت جولتنا المرورية الموجودة في مختلف المحافظات المصرية، وناخد بالنا على الطريق، بيبقى الصبح بدري في شبورة مائية يعني ممكن تأثر على حركة المرور. في كمان بعض الأمطار هنلاقيها النهاردة سواء خفيفة أو متوسطة وكمان رعدية، نبعد عن التجمعات المائية على الطريق علشان نوصل بالسلامة، ونرجع مرة تانية لمصطفى وجمانة نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا لمياء.